السلام عليكم اعزائي التلاميذ. يعني في هذه الحصه هذه غادي نحاولوا نكملوا التصحيح ديال الامتحان الجهوي الاولى بكالوريا اداب، يعني لجهات العيون الساقيه الحمراء، يعني مادات الرياضيات. يعني بعد ما قمنا في الحصه الاولى اولا الجزء الاول بتصحيح التمرين الاول، يعني غادي نحاول نصحوا دابا التمرين الثاني. يعني التمرين الثاني يحتوي على دراسة يعني متتالية، نعتبر المتتالية U ل M معرفة بماذا؟ U ل M كتساوي لنا 5 زائد 3 M، غنحسبو U ل 1 ونحسبو U ل 30، يعني U ل 1، يعني هنا N باش عوضناها نعوضوها بواحد، يعني فين ما لقينا هنا N غادي نعوضوه بواحد، يعني U ل 1 كتساوي لنا 5 زائد 3 مضروبة في 1 اللي هي 5 زائد 3 اللي هي 8. غادي نحسبو U ل 30، يعني هنا عوضنا N ب 30، يعني فين ما لقينا N هنا غادي نعوضوه ب 30، يعني U ل 30 غتساوي لنا 5 زائد 3 مضروبة في 30، 3 في 30 اللي هي 90، يعني 5 زائد 90 هي 95. نحسبو السؤال، يعني جوج ألف احسب U ل N زائد 1 بدلالة N، عندنا U ل N كتساوي لنا 5 زائد 3 N، يعني هنا نحيدو ان ونديرو بلاصتها ان زائد واحد، نديرو بلاصتها ان زائد واحد، يعني حتى انا فين ما لقينا ان نديرو بلاصتها ان زائد واحد، يعني عندنا او لي ان كتساوي لنا 5 زائد 3 ان كتساوي لنا 5، قلنا غادي اذا او لي ان زائد واحد غتساوي لنا 5 زائد 3، قلنا ان نعوضوها ان زائد واحد، يعني 5 زائد 3 مضروبة في ان زائد واحد اللي كتساوي لنا غادي نشرو هي 5 زائد 3 مضروبة في ان هي 3 ان، 3 مضروبة في 1 هي 3، 5 زائد 3 هي 8، 8 زائد 3 ان، إذن ومن U ل ان زائد 1 كتساوي لنا 8 زائد 3 زائد 3 ان. ب قال لك استنتج ان U ل ان متتاليه حسابيه محددا اساسها، يعني U ل ان متتاليه حسابيه محددا اساسها، باش نبينوا ان U ل ان متتاليه حسابيه يعني نحسب لنحسب U ل ان زائد 1 ناقص U ل ان كتساوي لنا شحال، كتساوي لنا U ل ان زائد 1 ناقص U ل ان، ديما كنحسبها هي U ل ان زائد 1 هي U ل N، U ل N زائد 1 هي 8 زائد 3 N ناقص شحال كتساوي لنا يعني U ل N هي 5 زائد 3 N اللي كتساوي لنا 8 زائد 3 N ناقص 5 ناقص مع الزائد هي ناقص 3 N، 3 زائد 3 N ناقص 3 N تعطينا 0، و 8 ناقص 5 تعطينا 3، يعني عطاتنا عدد حقيقي. ملي نحسبوا U ل N زائد 1 ونقصوا منها U ل N ولقاو كيعطينا عدد حقيقي، نقول أن المتتالية U ل N متتالية حسابية، هذا هو الأساس ديالها، هذا هو الأساس ديالها اللي هو 3. إذا U ل N متتالية حسابية أساسها هو R، كنمزو لي R كيساوي لنا 3. السؤال 3، بالنسبة للسؤال 3 تحقق من أن U ل 1 لنتحقق، يعني U ل 1 زائد U 2 زائد حتى U ل 30 كتساوي لنا هادو U1 U2 U3 U4 حتى U30، يعني هو حدود مجموع حدود متتابعة، يعني متبعة ديال واحد المتتالية حسابية، يعني من U1 حتى U30. ها القاعدة كيفاش غادي نحسبوها؟ كنديرو الحد الأول زائد الحد الأخير، يعني U1 كنزيدو الحد الأخير مضروب في عدد الحدود، عدد الحدود هنا باش نعرفو عدد الحدود شحال، كنديرو 30 ناقص 1 زائد 1، يعني 30 ناقص 1 زائد 1، ديما كنديرو هذا العدد الكبير ناقص هذا الصغير كنزيدو 1، يعني 30 ناقص 1 زائد 1 هي 30،
وكنقسموا ديما على جوج كيساوينا اولي واحد راه حسبناها شحال كتساوي لينا كتساوي لينا 8 شحال كتساوي لنا 30 حسبناها حتى هي لقيناها 95 مضروبه 30 ناقص 1 زائد 1 هي 30 مقسوم على جوج شحال كتساوي 30 مقسوم على جوج هي شحال هي 15 او 8 زائد 95 غتعطينا هي 103 103 اللي كتساوي لنا يعني 15 يعني فوا 103 كتعطينا 1545 كتساوي لنا 1545 قلنا ديما مجموع حدود متتابعه ديال واحد المتتاليه حسابيه كنديروا الحد الاول زائد الحد الاخير هو الحد الاول باش بدا و اي واحد زائد اي 30 اللي هي الحد الاخر مضروب في عدد الحدود يعني اللي هما باش نعرفوا شحال من حد عندنا كنديروا الوسيط 30 ناقص 1 زائد 1 ديما كنديروا ديك زائد 1 يعني 30 ناقص 1 زائد 1 تكون قالوا لنا مثلا من اي 2 حتى اي 30 شحال من حد كاين هنايا كاين 30 ناقص 2 زائد 1 يعني باش نحسبوها من اي 2 حتى اي 30 كنديروا الحد الاول هو اي 2 اي 2 زائد اي 30 فعدد الحدود اللي هو 30 ناقص 2 زائد 1 مقسوم ديما على 2 هذا هو بالنسبه للتمرين التمرين ديال المتتاليات غنشوفوا التمرين نشوفوا التمرين الثالث اللي هو عباره عن تعداد غنشوفو التمرين يعني الثالث كيس يحتوي على أربع كرات زرقاء وثلاث كرات بيضاء ها أربع كرات زرقاء وثلاث كرات بيضاء واحد جوج ثلاثة نسحب عشوائيا وفي آن واحد شنو في آن واحد كنحسبو كنهزو دقة واحدة يعني نسحب آن واحد ملي كنشوفو في آن واحد يعني كنسطرو عليه هذه هي الكلمة المهمة يعني في هذا التمرين كلشي آن واحد يعني كنحسبو في دقة واحدة يعني في آن واحد يعني غادي نستعملو لدينا السحب تآنيا إذن عدد السحبات هو تأليفة يعني كنألفو يعني تأليفة ديالاش شحال من كرة غنسحبو ثلاث كرات من الكيس غنسحبو ثلاثة كرات من شحال كاين هنايا من الكرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني هو تأليفة لثلاث كرات من بين سبع كرات إذن عدد السحبات الممكنة هو ملي قلنا كنشوفو آن واحد كنستعملو الكومبينيزون ولا سي سي شحال كيساوي يعني سي ديال اش سي ديال ثلاثة د الكرات من سبعة يعني سي ديال ثلاثة من سبعة اللي كيساوي لنا سي ثلاثة من سبعة كيساوي لنا هي لارونجومون ديال ثلاثة من سبعة على ثلاثة ثلاثة عامل كيفاش كنحسبو لارونجومون
لدينا لا رجومو ديال 3 من 7. كنبداو من 7، يعني كنبداو من 7 وكننزلو كناخذو الضرب ديال هاد الاعداد المتتاليه، يعني 7 ها الاول مضروبه في 6 ها الثاني مضروبه في 5 ها الثالث، يعني كنبداو من 7 وتما نازلين وكناخذو الضرب ديال 3 هاد الاعداد اللي كاين. و 3 عامل شحال هي 3 عامل؟ 3 عامل هو 3 مضروبه في 2 مضروبه في 1، يعني كننزلو من 3 وكنتمو نازلين 3 مضروب في 2 في 1 يعني هي 6. لو ان 5 مثلا عامل شحال كتساوي لنا؟ هي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. 6 عامل 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، يعني هذا هو العامل. اذا شحال غتساوي لنا سي؟ اذا سي 3 من 7 كتساوي لنا هي شحال؟ 7 في 6 في 5 على 6. غنختزل ب 6 هنا و 6 هنا تبقى لنا 7 مضروبه في 5 اللي هي 35، يعني بين ان عدد السحابات الممكنه هو 35. السؤال الثاني، يعني ديما ملي كيقول لنا في ال واحد يعني كنخدموا كلشي بالسي، يعني التمرين كله هو كنخدموا بالسي، يعني بالكومبينيزون ولا بالتاليفه. احسب عدد السحابات الممكنه للحصول على 3 كرات من نفس اللون. اشنو كيعني 3 كرات من نفس اللون؟ يعني ممكن يكون عندنا 3 بيضين او 3 زرقين، 3 بيضين او 3 زرقين، يعني نسحبوا 3 بيضين، يعني السي ديال 3 مناش شحال من وحده، شحال من يعني 3 كرات بيضاء، يعني السي 3 من 3 زائد السي 3 نسحبوا 3 زرقين من ديما او كنديروا بلاصتها الزائد و كيكون الضرب، يعني ملي تيكون هنا و كيكون الضرب من تيكون او كنديرو زائد سي 3 من 4، يعني سي 3 سي 3 من 4 سي 3 من 4 كيساوي لي جان ا 3 من 3 على 3 عاملي زائد ا 3 من 4 على 3 عاملي. شحال قلنا كيساوي لنا ا 3 من 3؟ هي 3 في 3 في 3 هي 3 مضروبه في 2 في 1. 3 عامل هي 3 مضروبة في 2 مضروبة في 1 زائد أ 3 من 4 هي 4 في 3 في 2 على 3 عامل هي 3 مضروبة في 2 يعني في 1. هذه شحال غتساوي لنا؟ مشينا هذا مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا، شحال يبقى لنا؟ يعني غادي تبقى لنا 6، يعني 6 على 6 اللي هي 1 زائد هنا غتمشي لنا 1 مع 1 2 مع 2 3 مع 3 تبقى لنا 4 زائد 4 كتساوي لنا 5. اذا عدد السحابات الممكنه هو 5، يعني نكتفي بهذا القدر. في الجزء الثالث ان شاء الله الموالي غادي نديروا التصحيح ديال الداله عدد، يعني التصحيح ديال الداله العدد.